لذلك على كل واحد منا أن يعيد حساباته. ترى الأمة الإسلامية كعامة اليوم ما زاد عدد، ما نحتاج إلى زيادة عدد، كما يقال أمة المليار والنصف أو 600 المليون، ما محتاج إلى رقم زيادة. أنا أضيف ابني رقم وأنت تضيف ابنك رقم، ما محتاجين. محتاجين نضيف اليوم نوع، محتاجين نضيف أرقام بنوع بهيئة يرضاه الله سبحانه وتعالى عنا ويحبها نبينا صلى الله عليه وسلم. اليوم قدوة شبابنا إيشهم؟ منهم قدوتهم اللعاب ميسي ورونالدو وربعته. طيب وين محمد صلى الله عليه وسلم؟ هين أبو بكر؟ هين عمر؟ هين أسامة؟ هين الجولندا؟ هين السلط؟ من المسؤول عن هذا؟ المسؤول لب الأم، ما تقول للمعلم، معلم تأتيه خامة جاهزة من البيت. وترى الوضع والوقت والعصر غير عصر قديما. قديما الحلة كلها تربي، الحلة كلها تربي، وما يقدر يقتل ولده، يكذب يقضي يخطئ، لأن إذا ضربوه أفضل لي يضرب برا، لأن إذا خبروا الأب إن مضروب ولدك بياط ضعفين. لكن اليوم ما هي الوسائل اللي تربي؟ ترى المدرسة والبيت والمسجد والحلة. اليوم الهاتف يربي، القنوات تربي، تويتر يربي، فيسبوك يربي، اليوم كل الشارع يربي، دور السينما تربي، النوادي تربي، المدرسة بعلاتها تربي، معلش سمحوني هذه الكلمة، وبقي دور بسيط ضعيف هزيل للبيت وللمسجد. لا بد أن نكون جميعا غيورين على هذا الجيل.